ما بيكفي إنك أحرجتيني قدام رفقاتي اليوم وقت اللي عزمتيهم لهون؟ وهلأ ناوية تحرجيني قدام عيلتي كلها؟ بس هيك عن جد صار كتير. هيك الست غالية تخطت حدودها. أنا هلأ بعرف إنه هدول كمان ما رح يحبوا طبخي، وبدي استنى تعليقاتهم على الأكل اللي أنا تعبانة فيه. بس ما رح أصر بغالية إذا حدا فيهم حكى كلمة أو علق تعليق ما عجبني على طبخاتي وقال مو طيبة، أو إذا هي زتت لشي كلمة. واو، الأكل كتير طيب. عن جد كاشميرة، كل هذا الشغل اللي اشتغلتيه من الصبح لهلأ جاب نتيجة حلوة. بصراحة نحن من زمان ما أكلنا هيك أكل طيب، أكلة الرز بالكاري والخضرة. كنت دائماً أتمنى أنه شي يوم أكلها هون بالبيت، واليوم صار هذا الشي كتير حلو. كاش شكراً. هلأ عن جد أنت عملتي كل هاد الأكل؟ لا أنا قصدي بعد كل هالسنين مرت أخي كاش عملت هيك أكل، بس لساتها الطعمة نفسها على فكرة. إيه طيب كتير. واو. واو كشميرة، عن جد الأكل كان طيب اليوم، وأنا متعود لما جوع إنه أقول لميرة أو بيلاشا إنه يحطوا لي أكل، بس من اليوم ورايح راح أقول إلك أنت أكيد. ونحنا كمان راح نقول لك. أنا استمتعت كتير، كان الأكل بجنن. إيه وهلأ بدي روح غسل إيدي وأرجع. هاد اللي اسمه العيلة ومحبة الأشخاص العزيزين. رفقاتك عرفوا إنك طبختي لهم، بس ما وفروا ولا فرصة ليحرجوك فوق تعبك. ضلوا كل الوقت ينظروا عليك وعلى أكلك. ما همهم غير إنهم يتسلوا فيك، بس عيلتنا ما عندها هالشي. الكل أكل من طبخك، وبتعرفي إنه الأكل ما كان طيب، بس أكلوا لشبعوا. ليش؟ أنا رح أقلك، لأنه ما بدهم يجرحوكي. هن شافوا قديش أنت تعبتي، أكلوا الأكل يلي مو طيب مشانك، فلازم تكوني فخورة ومبسوطة فيهم. عرفتي يا كاش شو أهمية العيلة هلأ؟ عن جد حماتي؟ مسرحيتك هي البايخة والمبتذلة ما رح تأثر علي أبداً. قديش عم بتحاولي تخليني أفهم بس عالفاضي؟ أنا ما رح أرتاح لحتى أخلص يلي سبق وقررت إني أعمله، ولوقتها فيكي تعطينا المحاضرات اللي بدك إياها. رح أتحمل. يا الله دخيلك. أوف يا ربي جواد. شو؟ شو صار؟ شو صار؟
عم بتوجع بسبب الأكل اللي عملته كاش، وحاسس حالي متضايق، وشوي تاني حاسس حالي رح طالع كل شي بمعدتي. لا، كنت عارفان إنه ممكن يصير معك هيك شي، ولهيك اشتريت لك هاي الهدية. خد، رح تتحسن. ولا تحط الحق بس على مرتك، كنت عم تاكل مثل الفجعانين. شلون بقى؟ يا أخي، أنت كنت عم تاكل وكأنك جاي من المجاعة. لك يا أخي، أنت شو عم تقول؟ صدقني، ما كنت شايف كاش كيف كانت واقفة قدامي مثل الوحش؟ بعدين ما كانت حلوة بحقي إني ما أكل من الأكل اللي هي طبخته، شو بدهم يقولوا عني؟ أخي، صدقني أنا مقدر وضعك كتير منيح. بس بتعرف شو؟ لا، ما في حدا لحد اليوم كانت مرتك كاش تستخف بعائلتنا كلها. بس شو عملت مبارح؟ شو؟ هي مبارح تغيرت، قررت من جوات قلبها أنها تطبخ لكل العائلة اليوم. ولهيك لازم نتفاعل معها شوي، مزبوط أخي؟ بس أنا وبابا أذكياء، شو عملنا؟ أكلنا بس شوي قدامها مجاملة، استفدنا كتير لأنه عملنا هيك وما وجعتنا معدتنا، وهالشي ساعدنا نعمل حالنا مبسوطين بعد الأكل. بس أنت كنت عم تاكل بنهم. خليك عم تتوجع لشوف، هذا الوجع نتيجة أفعالك. ايه، ريح حالك، فيني اتحمل هالوجع كله، على الاقل رح اتحسن شوي بعد ما اخذ هالدواء اللي انت اعطيتني اياه. انتو كلكم ما عندكم فكره شو ممكن يصير اذا انا ما اكلت من الطبخ اللي هي عاملته، والمصيبه انه كانت واقفه فوق راسي مثل الحارس وعم تراقبني اذا عم باكل ولا ما عم باكل من اكله. أخ يا بطني. أوف. بطني. درويش. شو بدك؟ بعرف انك بتحب تقرا قصص كتير، خصوصي الكوميديه، بس قلي شغله واحده، انت شو رايك بقصص الانتقام واخذ التار؟ بصراحه انا ما بحبها كتير. بس ليش؟ شو بدك من حديث الانتقام واخذ التار؟ لا لا لا، ما بدي اي شيء ابدا، انا بس عم بحكي. ايه احكي. بظن اني عم رتب لحتى انتقم من هي اللي مضطره نادي لحماتي. رح أخذ بتاري عن كل شي عملته معي اليوم. أخ يا ربي. ولهيك استنى بس لبكرة لتشوف شو رح أعمل فيها. لبكرة؟ ليش؟ كاش شو في بكرة؟ بكرة؟ كاشي البسيطة يلي صنعتوها من كاش وانبسطتوا فيها رح ترجع بكرة كاش مرة تانية. أنا ما رح أقصر بمرت أبوك غالية ولا بأي حدا ساعده أو بأي حدا وقف معه ولو بالحكي علي. أنا ما رح أسكت أبداً على اللي انعمل.